إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. في العناوين: الإفراج عن مخطوفي عزاز بعد 17 شهرا وحشود في المطار بانتظار وصولهم. لكن تيار المستقبل لن يقبل بالثلث المعطل، ولن يسمح بتكريس ثلاثية الخراب، ولن يترك لهم بالتأكيد فرصة المثالثة. إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. الله أكبر. قصف عنيف على ريف دمشق ودير الزور والإبراهيم، بدأ التحضير لجنيف 2 من القاهرة. مساء الخير. لبنان بدأ موزعا اليوم بين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء وسام الحسن وخبر الإفراج عن المختطفين اللبنانيين 9 في أعزاز. وفي إحياء الذكرى استعادة لمسيرة اللواء الشهيد الذي سقط مدرجا بدمه فداء للبنان ودفاعا عن أبنائه بعدما واجه تنين القتل والاغتيال متمثلا بنظام الأسد عبر شبكة سماحة المملوك. إحياء الذكرى تنقل بين مكان وقوع الانفجار في الأشرفية ومقر المديرية العامة لقوى الأمن والبيال، حيث أقيم احتفال مركزي أكدت الكلمات فيه على الدور الكبير للواء الشهيد وسام الحسن في درء المخاطر عن لبنان ودوره في بناء شعبة المعلومات التي باتت مؤسسة أمنية كبيرة لا تزال تواصل عملها في كشف المجرمين والإرهابيين بعد إنجازات تمثلت بكشف شبكات إجرام الأسد وشبكات التجسس الإسرائيلية. إحياء ذكرى اللواء الحسن التي نقلنا وقائع إحيائها مباشرة على الهواء تزامنت أيضا مع خبر طال انتظاره، وهو وصول المختطفين اللبنانيين في أعزاز بعد وساطة قطرية فلسطينية، في وقت كان فيه وزير الداخلية مروان شربل يؤكد من المطار على جهود كبيرة كان قد بذلها اللواء الشهيد وسام الحسن من أجل إطلاق سراح مختطفي أعزاز قبل استشهاده. وفي اللحظة التي أعلن عنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن تسلمه المختطفين في تركيا، عمت الفرحة لبنان، خصوصا عائلات المختطفين في الضاحية الجنوبية لبيروت. الطائرة القطرية التي تقل المختطفين اللبنانيين وعلى متنها اللواء إبراهيم ووزير الخارجية القطرية، سبقها وصول طائرة قطرية لنقل التركيين المخطوفين في لبنان في إطار عملية التبادل التي رافقها إطلاق سراح سجينات سوريات من سجون نظام الأسد. إذن انتهى ملف مخطوفي عزاز إلى خواتمه السعيدة، حيث من المنتظر أن يصل اللبنانيون 9 المفرج عنهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت برفقة وزير خارجية قطر واللواء عباس إبراهيم، فيما انطلقت الاحتفالات في الضاحية حيث أهالي المخطوفين. ومعنا مباشرة من المطار مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، طبعا مجددا نحن معك من مطار رفيق الحريري الدولي لتطلعنا على الأجواء، أجواء الأهالي الذين هم بانتظار عودة أبنائهم المفرج عنهم وموعد وصول الطائرة، المعلومات حول هذا الموضوع، تفضل سلمان. نعم لينا، يعني 17 شهرا، بعد 17 شهرا من الخطف المختفون اللبنانيون 9 يتوجهون الى مطار رفيق الحريري الدولي. المعلومات كانت قد تحدثت قبل نحو ساعه وساعه ونصف ان وتقول بان المختفين اللبنانيين 9 في طريقهم الى بيروت، ولكن حتى الان تاكدنا بان الطائره ما تزال في مطار اسطنبول، مطار صبيحه الدولي، وفي طريقها الى بيروت، وستقلع بعد قليل في طريقها الى بيروت على ان تصل في الساعات القليله المقبله. وايضا فيما يتعلق بالطيارين التركيين، فقد علمنا ايضا وسط معلومات قالت لنا بان الطيارين التركيين موجودين هنا في مطار رفيق الحريري الدولي بوحده الامن العام، وهم بايد امنه وبجهات امنه، ينتظر ان تقلع طائرتهما القطريه ايضا باتجاه تركيا لعودتهما الى وطنهما. الاجواء هنا احتفاليه في مطار رفيق الحريري الدولي، الاهالي ينتظرون ذويهم، ايضا هناك حشد كبير من السياسيين والاعلاميين يغطي هذا الحدث وينتظر المخطوفين على احر من الجبر ان صح التعبير كما يقول الاهالي. معنا مستشار رئيس الحكومه المكلف تمام سلام وممثل الرئيس المكلف في مطار رفيق الحريري الدولي الدكتور محمد المشنوب. مساء الخير دكتور. بدايه كيف بتعلي على هالنهايه السعيده لملف مخطوفي اعزاز وهن بطريقهم لبيروت؟ نهايه سعيده بعتقد بشعرها كل اللبنانيين. كل اللبنانيين كانوا صف واحد يد واحده في محاوله اطلاق المخطوفين، واعتقد هذا موقف مشرف
مشرف للجميع من الجانب الإنساني ومن الجانب الوطني. اليوم بإذن الله تتكلل هذه الجهود بالنجاح، جهود وزير الداخلية، المدير العام للأمن العام، جميع الدول التي ساهمت في هذا الموضوع، والأمل في أن تنطلق الطائرة بعد بضع دقائق ربما من مطار اسطنبول في اتجاه بيروت، وتنطلق أيضا الطائرة التي تحمل الطيارين باتجاه اسطنبول، وتنتهي هذه العملية ويلتقي الأهل بالأهل في العائلات الصغيرة وفي العائلة الكبرى لبنان، ويكون هذا عرس لجميع وإنهاء لمأساة الاختطاف التي نرجو أن يوضع لها حد ويقفل هذا الملف نهائيا. شكرا دكتور على مداخلتك. أيضا لينا معنا ممثل رئيس كتلة المستقبل ورئيس سيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الدكتور عاصم عراجي، لو طلعنا أكثر عن هذا الموضوع. دكتور عاصم، أيضا حضرتك وصلت للمطار ممثل الرئيس سعد الحريري، كيف فيك شو فيك تخبرنا عن هيدي النهاية السعيدة وقديه هيدا الموضوع ممكن يعزز الثقة بين اللبنانيين والحوار المصحف؟ يعني اليوم جيت أنا وزميلي النائب خالد زهرمان نمثل دولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس فؤاد السنيورة وكتلة المستقبل. تعرف قصة المخطوفين هذه قضية وطنية بامتياز كانت، مشان هيك كتلة الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل كانت من أول الناس اللي دخلت بقصة محاولة الإفراج عن المخطوفين بإعزاز، وتم الإفراج عن ثلاثة منهم تقريبا، دلوا التسعة، هودي التسعة بالطبع صار في شوية عثرات وعقبات، عشان هيك استمر احتجازهم حوالي 17 شهر. نحن هيدي بنعتبرها قضية وطنية بامتياز، هيدي ما بتهم فئة من اللبنانيين، هيدي بتهم كل اللبنانيين. نحن بنتأمل بأسرع وقت يتم الإفراج عن المطرنين المحتجزي كمان ظلما. نحن ضد خطف أو حجز حرية أي إنسان، كمان نتمنى بالإفراج عن الطيارين التركيين بأسرع وقت ممكن. شكرا دكتور. أيضا لينا معنا النائب خالد زهرمان. دكتور مساء الخير. بين حادثة العبارة الإندونيسية ومأساة العبارة الإندونيسية وأيضا فرحة عودة المخطوفين اللبنانيين التسعة، شو فينا نستنتج بهذا الإطار؟ أول شيء يعني بنهني أهالي المخطوفين على سلامتهم، ونتمنى أن تكون هذه آخر مأساة تعيشها لبنان. بالنسبة للسؤال اللي سألته بموضوع العبارة الإندونيسية واللي بيحصل اليوم، عم نشوف يعني تكاتف كل اللبنانيين. شفنا وقت العبارة الإندونيسية يعني كان مختلف الأطياف السياسية كانت موجودة بالمطار لحتى تستقبل الناجين، واليوم كمان نفس الشيء. نتمنى أن يكون إجماع اللبنانيين على كل الأمور وليس فقط في المآسي. اليوم نحن بنتشكر كل اللي كان لهم جهد كتير كبير لحتى قدرنا وصلنا لخواتيم سعيدة بموضوع مخطوفي أعزاز، وأتمنى أن تكون هذه فاتحة للإفراج سريعا عن المطرنين، لأنه كمان بعد في موضوع المطرنين يعني هذا يؤرق كل اللبنانيين. اليوم هي هذا الموضوع يعني كل اللبنانيين، أي شخص لبناني يتعرض للأذى خارج لبنان يؤلمنا جميعا بغض النظر عن طائفته وبغض النظر عن انتماء السياسي. شكرا دكتور. معنا أيضا لينا شقيق أحد المخطوفين اللبنانيين التسعة منصور حمود، ليطلعنا أكثر عن هذه الفرحة التي يعيشها الأهالي الضاحية الجنوبية، أهالي بيروت وأهالي لبنان أيضا. أستاذ منصور، شو فيك تخبرنا عن هذه الفرحة بهذا الانتظار؟ أدي كبير وأدي طويل بآخر لحظات بعد سنة وست شهور من الانتظار. يعني هلأ كل دقيقة عم تمرق بتعادل السنة ونص اللي كانوا فيها الشباب مخطوفين. لحظات كتير صعبة وكتير قاسية هلأ عم تمرق علينا، وإن شاء الله هلأ بس يجوا مننسى كل هالتعب وكل هاللي صار يعني من وقت الخطف لهلأ. وبهني الشعب اللبناني كله بشكل عام، لأنه مش بس الضاحية الجنوبية، بصراحة كل الناس فرحة بهذا اليوم. إن كان أنا بصراحة أصحابي كلهم بطريقة جديدة وكلهم بيعرفون، فهني كلهم ناطرين هذه اللحظات. يعني أنا بعرف ناس أكثر ما ناطرين هاي اللحظات، ناطرين إنه الإفراج عنهم، كونهم لبنانيين وكوننا أي إنسان لبناني مخطوف أو أي إنسان مظلوم بهالعالم يرجع لأهله، فهذه فرحة لا توصف يعني. ونحن بنشكر وسائل الإعلام وبنشكر لكم كمان، لأنه كمان خليتونا قضيتنا كل الناس تعرفها وتشوف. شكرا أستاذ منصور والحمد لله على السلامة. لينا يبقى أن أشير إلى أن الانتظار مستمر في مطار رفيق الحريري الدولي، سنبقى معكم بكل الحالات لتغطية وصول المخطوفين المحررين اللبنانيين التسعة من اسطنبول إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد أكثر من سنة وستة أشهر من اختطافهما على يد مجموعة سورية.
توجه الرئيس سعد الحريري بالتهنئة إلى اللبنانيين عموما وإلى أهالي مخطوفي أعزاز خصوصا بعد نجاح الجهود التي آلت إلى الإفراج عنهم. وأمل الرئيس الحريري أن تشكل هذه العملية خطوة على طريق إنهاء معاناة الكثير من الأسرى والمخطوفين والمحاصرين، وأن تتكلل بإطلاق سراح المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، منوها بالجهود النبيلة لدولة قطر والحكومة التركية والإدارة المسؤولة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الشأن. رئيس مجلس النواب نبيه بري هنأ بدوره المحررين وذويهم، وشكر دولة قطر على مساهمتها الأساسية واهتمامها ومتابعتها للقضية، كما شكر تركيا التي تجاوبت مع الجهود المبذولة، وسوريا التي قال إنها تجاوبت على أعلى المستويات مع متطلبات حل هذا الملف بما يحفظ حياة المخطوفين اللبنانيين وصولا إلى تحريرهم. بري يوجه الشكر أيضا للرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا للاتصالات التي قام بها منذ اليوم الأول للاختطاف. الرئيس أمير الجميل أثنى على الجهود التي بذلت لبلوغ ملف المخطوفين خواتيمه، داعيا إلى اكتمال الفرحة بإطلاق سراح المطرانين المختطفين في سوريا والمواطنين التركيين المحتجزين في لبنان. وحض الرئيس الجميل للمعنيين على مقاربة جدية وحاسمة لملف المعتقلين والمخفيين والمفقودين بما يضمن عودتهم سالمين. عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر هنأ الأهالي ولبنان بتحرير اللبنانيين في أعزاز بعد احتجازهم بغير وجه حق بما أساء للثورة السورية وساهم في إذكاء فتنة أرادها وعمل عليها كل من شارك في إطالة هذه القضية أو عرقل عملية حلها لأكثر من سبب. وشكر صقر تركيا ودولة قطر التي شكل مسعاها الأخير مفتاحا أساسيا لحل هذه العملية. أضاف إن مهاترات الحديث عن استثمار للقضية من قبل الرئيس الحريري في السياسة والانتخابات والمؤامرات التي تملأ عقولا فارغة قد ذهبت أدراج الرياح الآن، لأننا كنا الجزء الأساسي في التفاوض سابقا ولم نكن حتى في مشهد واحد من مشاهد الحل. ومما قاله صقر لابد أن نسمع بالصوت العالي كلمة شكر لرجل عمل على مدار الساعة في هذه القضية الوطنية إلى أن بذل الروح رخيصة في بلد رخصت فيه بعض النفوس. في البيال حفل مركزي في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، والكلمات أكدت أن العدالة آتية لا محالة. السبب أني أنا معكم ومنكم. حفل أحياء الذكرى الأولى لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن رعاه الرئيس سعد الحريري ممثلا بالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، وحضره ممثلون عن الرؤساء الثلاثة وحشد من الشخصيات السياسية والروحية والأمنية. الحريري وصف نظام الأسد بمفبرك الفتن التي كان آخرها تفجير مسجدي طرابلس، مشيدا بالعقيد عماد عثمان الذي وصفه بخير خلف لخير سلف. حكوميا انتقد الحريري من يدعي الرغبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو يشهر سلاح الثلث المعطل. يطالبون بالثلث لأنه معطل، ويتمسكون بالثلاثية أي الجيش والشعب والمقاومة لأنها تقوض بنيان الدولة، وعينهم على المثالثة لأنها تنسف المناصفة. لكن تيار المستقبل لن يقبل بالثلث المعطل، ولن يسمح بتكريس ثلاثية الخراب، ولن يترك لهم بالتأكيد فرصة المثالثة، لأن المناصفة سر لبنان الذي ينبعث كل مرة من الخراب بجناحيه المسلم والمسيحي. وفي الإطار نفسه تحدث النائب نهاد المشنوق الذي أكد أن أحدا لن يجبرنا على الاختيار بين الحرب الأهلية أو الأحباط. من لا يعجبه هذا الكلام سيأتي الوقت الذي يتعلم فيه دروس التجربة اللبنانية. فهذا اللبنان يا سماحة السيد لم يولد مع المعادلة المسخ، معادلة الجيش والشعب والمقاومة، كي يقال للبنانيين أن انتهاءها يعني نهاية لبنان. هذا اللبنان ولد قبل سلاحك بكثير وسيبقى بعد سلاحك بكثير أيضا.
المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قال سنلاحق القاتل أينما كان من خلال تطبيق العدالة، لافتا إلى أن من قطع ذات الاتصالات عنا قبل جريمة استهداف رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب بطرس حرب هو مجرم ومشارك. نم قرير العين، فرجالك الذين دربتهم لا يزالون يحققون الإنجاز تلو الإنجاز. فبالأمس كشفوا جريمة التفجير التي استهدفت المدينة العزيزة عليك وعلينا طرابلس. وأوقفوا عددا من المجرمين وهم اليوم على مسافة بسيطة للكشف عن جريمتي التفجير التي تعرض لها الضاحية الجنوبية وهي منطقة عزيزة عليك وعلينا أيضا. لقد انطلق قطار العدالة وسينال المجرمون عقابهم كائنا من كانوا ومهما على شأنهم. نعم مهما على شأنهم، ومن يجرف النهر جثته إلينا صدره خلف القضبان عاجلا أم آجلا. نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قال أن اللواء الشهيد وسام الحسن كان مثال المسؤول الأمني النموذجي ويملك صفات القيادة وبرع في أن يكون لجميع اللبنانيين. إن من يبيد شعبه لن يتردد في وضع حياة لحياة رجل أمن لبناني مزعج له، ومن يساعد نظاما ديكتاتوريا في مجازره لن ينتوانى عن تنفيذ أوامره باغتيال من يقف في طريقه. كلمة العائلة ألقاها السفير ظافر الحسن فتحدث عن مزايا اللواء الشهيد. فكر في تأسيس جمعية خيرية للتنمية الاجتماعية مغفلة لا تنتمي لأحد إلا لاسمها، ولكن يد الغدر عجلته قبل أن يحقق فكرته، وها هم أهلوه يحملون الراية من بعده ويحققون له فكرته وباسمه هو مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية الاجتماعية. وخلال الحفل كانت أفلام قصيرة وثائقية عن سيرة ومسيرة اللواء الحسن إضافة إلى شهادات من مقربين. الجرح اللي فتح وسام هو بمثابة الجرح اللي يعني حصل لما استشهد الله يرحمه. في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء وسام الحسن هدية لروحه من الشعبة التي ضحى من أجلها، تمثلت بكشف هذه الشعبة لشبكات عملت وتعمل على زعزعة واستقرار لبنان. من بيال مها ظاهر، تلفزيون المستقبل. في منطقة الأشرفية وتحديدا في الشارع الذي تمت فيه جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن أكاليل من الورد وشموع وصلاة. تقرير شرب العبود. بهذه اللغة يتكلمون قتلا ودمارا، أفرغوا حقدهم في هذا الشارع في بيروت يوم قرروا أن يغتالوا واحدا من رموز الأمن والأمان في لبنان. عام مر على غدرهم وها هو المكان ينبض حياة، وبلغة أكاليل الورد والصلاة والشموع حضر عدد من أهالي الأشرفية وعدد من نواب من كتلة القرار الحر ووفد من دائرة الأشرفية في منسقية بيروت في تيار المستقبل ووفد من القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية. بعد وضع الأكاليل أضاء الحاضرون الشموع أمام تمثال السيدة العذراء عند مدخل الشارع حيث نفذت الجريمة. بعدها كلمات أكدت إرادتها بالحياة واستذكرت إنجازات لواء الشهيد وسام الحسن. لن ننسى شهيد لبنان الكبير وسام الحسن الذي خلط دمه مع دم أولاد المنطقة أولاد الأشرفية. لن ننسى أن المجرمين لا يزالون أحرار وطالقين، ونطالب بنتائج التحقيق، ونطالب أيضا أن يكون هنالك عدم لفلفة لأي تواطؤ. لقد سمعنا أخيرا ومؤخرا من اللواء أشرف ريفي أن كان هنالك تواطؤ من داخل الدولة أو من خارجها، فلن نقبل بأي لفلفة ونطالب بالتحقيق مع أي مسؤول إن كان داخل الدولة أو متسلط في أي مكان كان، أو إن كان من الأشرفية أو إن كان من خارج الدولة، ونطالب بمحاسبة ومحاكمة المجرمين. وسام هو أرز من أرزات لبنان، هو رجل حيث قل الرجال، صدقوني قلوا الرجال، وسام هو أحد رجال الوطن أحد أرزاته. قتلوا وسام لأنه كان واقف لهم بالمرصاد، قتلوا وسام لأنه كان عم يحمي اللبنانيين كل اللبنانيين.
من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل الأحزاب، لأنه كان عم يشتغل كرجل دولة وما بهمهم أي حدا يشتغل كرجل دولة، لأنه الدولة أساساً ما بتهمهم. يد الغدر زرعت عبوة الحقد، وأهالي المنطقة ومعهم غالبية اللبنانيين زرعوها حياة وانتصاراً للبنان الوطن والدولة. يوم اغتالوا اللواء وسام الحسن هنا في الأشرفية ظنوا أنهم اغتالوا الأمن برمته في لبنان، لكن بصمة اللواء بقيت حاضرة عبر إنجازات شعبة المعلومات التي تستمر يوما بعد يوم في كشف المزيد من مخططات الفتن والإجرام في لبنان. من الأشرفية شرب العبود، تلفزيون المستقبل. بدورها أحيت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذكرى الأولى لاستشهاد اللواء الحسن والمؤهل الأول الصهيوني، وقد أزيل الستار عن تمثال اللواء الشهيد في باحة المقر العام في المديرية. في قاعة الشرف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أحيت المديرية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل الأول أحمد صهيوني، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد مروان شربل، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان والرئيس نجيب ميقاتي، كما حضر النائب قاسم عبد العزيز ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية. وكانت كلمات أثنت على مزايا الشهيد وتضحياته في سبيل وطنه. إذا كانت قوى الأمن الداخلي قد تلقت ضربة قوية وموجعة باغتيال اللواء وسام الحسن، إلا أن هذه الضربة لم تنل منها، بل زادتها مناعة في مواجهة الأخطار وتجاوزها، وضاعفت من قدراتها وجهودها في كشف المتورطين في الجرائم المنظمة والشبكات الإرهابية والاعتداءات على أمن المواطنين والوطن. سيدي، في الذكرى الأولى لاستشهادك نقول لك: لن ننسى، لن نغفر، ولن يهدأ لنا بال حتى ننال من القتلة الذين نجحوا في اغتيال جسدك وظنوا واهمين بأنهم أفلحوا في اغتيال أحلامك. الشهيد وسام الحسن الذي جمع في شخصه كل صفات القادة العظام، فكان الضابط المقدام العبقري الاستراتيجي، كان الإنسان الوطني المخلص الطموح المتواضع، كان العقل الأمني والاستعلامي الواسع الآفاق الذي لم تحد من طموحاته الصعوبات ولم ترهبه التهديدات. التكريم الذي افتتح بالنشيد الوطني كان ختامه في باحة المقر العام للمديرية العامة للأمن الداخلي، حيث أزيح الستار عن تمثال اللواء الشهيد تخليدا لذكراه. كذلك زار وفد من قوى الأمن الداخلي ومن شعبة المعلومات ضريح اللواء الشهيد، حيث وضعوا أكاليل من الزهر. كما زار ضريح اللواء الشهيد وفود شعبية وضعت أكاليل من الورد. أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أن استشهاد اللواء الحسن خسارة لا تعوض، لا لعائلته الصغيرة ولرفاقه في قوى الأمن الداخلي فحسب، وإنما للوطن الذي فقد جنديا مخلصا جعل ولاءه الأول والأخير للدولة ومؤسساتها. وأشار سلام في تصريح له إلى أن اللواء الشهيد نقل العمل الأمني اللبناني إلى مصافة متقدمة، بحيث شكل الجهاز الذي يرأسه مظلة أمان حمت اللبنانيين مرات عديدة من مؤامرات حاكتها قوى تريد الشر بلبنان. الرئيس فؤاد السنيورة وجه رسالة إلى اللواء الشهيد قال فيها: نم قرير العين أيها البطل، فرفاقك يتابعون كشف المجرمين والإرهابيين وساعة الحساب آتية لا ريب فيها. أضاف السنيورة أن التاريخ سيكتب أن وسام الحسن هو أول ضابط لبناني حقق إنجازات باهرة وكشف المجرمين والإرهابيين والجواسيس في سوريا ولبنان ولدى حزب الله، بالإضافة إلى جريمة سماحة المملوك. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. احتجاجات في وطن المصيط وضبي رفضا لإزالة مخالفات البناء. عودة الهدوء إلى مخيم عين الحلوي بعد إشكال مسلح. المسائية مستمرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أخبار. الإفراج عن مخطوفي أعزاز بعد 17 شهرا وحشود في المطار بانتظار وصولهم.
مواقف مرحبة بالإفراج ودعوات إلى أن تتكلل بإطلاق سراح المطرانين. وإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. سننتقل مشاهدينا مباشرة إلى الضاحية الجنوبية، حيث ينضم إلينا من هناك مراسلنا منير الربيع، يطلعنا على الأجواء السائدة في الضاحية بعد الإفراج عن المخطوفين التسعة. منير. نعم منير، يعني حال الضاحية هنا وبالتحديد بالقرب من حملة بدر الكبرى، الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر وصول ذويهم المختطفين منذ 17 شهرا في أعزاز. هنا تبدو الحال وكأن عرس يقام في هذه الأثناء، وأنتم كما تشاهدون في الصور وكما تستمعون إلى الأناشيد التي تقام التي تقال هنا في هذه الأثناء. من المقرر أنه في ساعات مقبلة قد يصل المخطوفون التركيون، عفوا المخطوفون اللبنانيون من تركيا، بفعل وساطة قام بها اللواء عباس إبراهيم والدولة القطرية ودولة قطر، بالإضافة إلى جهود بذلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإنجاز هذه إن صح التعبير صفقة التبادل بين المخطوفين اللبنانيين التسعة في إعزاز وبين معتقلات سوريات من سجون النظام تتسلمها المعارضة. بعد التأخير الذي حصل، حيث كان من المقرر أن تصل الطائرة التي تقل المختطفين اللبنانيين من تركيا حوالي الساعة السابعة، هذا التأخير حصل لأسباب لوجستية فقط لا غير. وقد وردت إلينا معلومات بأن هناك بعض من التنسيق أو بعض من التمني على أن يكون الإطلاق للثلاث طائرات، الطائرة التي تقل المخطوفين اللبنانيين من تركيا إلى بيروت بنفس الوقت مع انطلاق أو إقلاع الطائرة التي تقل المعتقلات السوريات إلى أدنى في تركيا، بالإضافة إلى إقلاع الطائرة التي تقل الطيارين المختطفين التركيين من لبنان. وقد علمنا أن الطيارين التركيين ينقلان في هذه الأثناء من البقاع عبر طوافة تابعة للجيش اللبناني إلى مطار بيروت، حيث سيتسلمهما السفير التركي وسيتوجهان إلى تركيا. نعم منير. شكرا منير، نكون معك في أي جديد. التقى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد سنيورة الرئيس نبيه بري في عين تيني هذا المساء. السنيورة كان قد استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وبحث معه التطورات العامة في لبنان والمنطقة. إزالة مخالفات بناء في حي التنك في وطن مصيط بتغضب الأهالي الذين اعترضوا على الاستنسابية. هكذا انتهت مبدئيا أزمة إزالة المخالفات في حي التنك في منطقة وطن مصيطبة بعد يومين من عمليات قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والاحتجاجات من قبل الأهالي، وذلك لمنع قوى الأمن من تنفيذ قرارات هدم وإزالة أبنية ومنشآت غير شرعية. قطع الطريق صباحا ترافق مع صولات وجولات من التوتر ومحاولات التهدئة على حد سواء، حيث تواجه المعتصمون مع قوى مكافحة الشغب وجها لوجه مع التأكيد على عدم السماح بإزالة أي مخالفة. أعقبته اتصالات حثيثة ومكثفة أجراها وجهاء المنطقة لحلحلة الموضوع قبل تطوره. شو عم بعمروا هالناس هون؟ أوضة فوق التوتة وعم بحطوا فوق التنك، لا عم بعمروا دوبلكس ولا قصور. ليه على الضعيف؟ دايما على الضعيف، ما فشلوا، نحن مش ضعاف. إن كان وزير الداخلية أبضاي خليه يروح يهد عن طريق المطار، خليه يطلع مطار لبنان العظيم، مطار حلو، خليه يهد على الرمل العالي، خليه يهد على جناح، خليه يهد الأملاك البحرية، عرفت كيف؟ ويجي يهد لنا. ونحن بوطن مصيطبة تحديدا بالحزب الاشتراكي، نحن تحت سقف الدولة، خيارنا هو الدولة، فقررت الدولة انه تزيل هاي مخالفات، بيعتبروها مخالفات، ونحن ماشيين كمان، نحن ما بنرضى بالمخالفات، ولكن كمان بنفس الوقت يعني لازم يرأفوا بهذا الشعب، هذا الشعب المعتر. الشيخ رجل زهيري أجرى اتصالات على أعلى المستويات سعيا لإيجاد حل شامل. بدوره عمل الحزب التقدمي الاشتراكي على أكثر من صعيد لتهدئة النفوس. نحن تحت سقف القانون وما منريد حدا يقوم بأي مخالفة أو بأي تعدي ابتداء من هاللحظة وصاعدا، ومنتمنى أنه الناس ما تتشرد وتقعد
على الطريق. كل واحد بطل يفوت على بال يا بموت يا بنموت. أزمة المخالفات التي انتهت أفضت إلى تعهد مسؤولي المنطقة بتسوية أوضاع الأهالي الذين لا يملكون أي مكان آخر يلتجئون إليه. واحتجاجا على قرار إزالة المخالفات، نفذ سكان مخيم الضبي تحركا تزامن مع اتصالات مكثفة لتجميد قرار الهدم. احتجاجا على قرار القوى الأمنية هدم 20 مخالفة في مخيم ضبي للاجئين الفلسطينيين، عمد عدد من سكان المخيم من اللبنانيين والفلسطينيين إلى التجمع عند مدخل المخيم في محاولة لمنع القوى الأمنية من تنفيذ القرار، تجمع رافقته اتصالات عدة وعلى أكثر من مستوى بهدف تجميد القرار أو تأجيله. نحن اليوم تبلغنا بقرار عند الجهات الرسمية في المنطقة بمحاولة هدم 20 منزل من منازل أهلنا الفلسطينيين اللاجئين المقيمين في مخيم الضبي. قمنا بتحركات سياسية وميدانية عاجلة من أجل منع هذه الخطوة أو تجميدها على الأقل. نحن في عطلة أعياد واللاجئون يعيشون أوضاع إنسانية ومأساوية صعبة جدا. طلبنا من الجهات الرسمية في لبنان، من وزارة الداخلية، من قوى الأمن، من البلديات التجاوب مع هذا الموضوع ووقف إجراءات الهدم في هذه المرحلة على الأقل، من أجل أن نترك فرصة للحوار والمعالجة ضمن سقف القانون. كل العالم عم بتعمر والبلدية تيجي تقلنا عمره عمره بسرعة، أحسن ما لبوا حالكم، أحسن ما يجي الدرك. أصب للجمعة صار بدهم يجي الدرك. زبوطة لكل العالم اللي عم بتعمر عم تتدين لتعمر، واللي ضاب بقرشان حطن على بيته. إذا كنا سورية نحن جينا نسحين بأمنوا أكل وشرب ومدارس وخيام واللي بدك، بس اللبناني بلبنان مكسور حقه. الأهالي سألوا لماذا التركيز على مخيم ضبي في وقت تشهد باقي المخيمات مخالفات في البناء دون حصيب أو رقيب. استعاد مخيم عين الحلوي هدوءه بعد حادثة إطلاق النار على العنصر السابق في تنظيم فتح الإسلام حسين حلمي يعقوب. استعاد مخيم عين الحلوي هدوءه بعد حادثة إطلاق النار على العنصر السابق في تنظيم فتح الإسلام الفلسطيني حسين حلمي يعقوب، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات في ظهره. وعلى الإثر سجل إطلاق نار متبادل لبعض الوقت بين عناصر مسلحة من المجموعة التي ينتمي إليها يعقوب وبين عناصر من حركة فتح، ما استدعى دخول القوى الإسلامية ولا سيما عصبة الأنصار على خط تطويق ذيول الحادث، حيث نجحت في وقف إطلاق النار. ما عارفين مين اللي أطلق عليه النار، بدنا نشوف مين، ولكن إصابته حرجة وانتقل من المخيم إلى الحكومة والحكومة نقلوه إلى لبيب. المخيم هادي وفي أمن واستقرار وما في أي شيء. الوضع الأمني جيد بالمخيم وفي اجتماعات وفي كل القوى المتابعة واللي هي بتتمثل بكل جميع القوى الفلسطينية. ومما ساهم في تهدئة الأجواء أن يعقوب مرفوع عنه الغطاء من جميع الأطراف في المخيم نظرا لسجله الحافل بالحوادث الأمنية وبإطلاق النار على مسؤولين وعناصر في حركة فتح وتوطير الوضع في المخيم. نعت عائلة دهشة في مخيم عين الحلوي شهداء اللجوء والشتات في كارثة غرق العبارة الليبية، وناشدت المعنيين الإسراع في نقل الجثامين وكشف مصير من تبقى من أفراد هذه العائلة. هرب عدد من عائلة دهش الفلسطينية من لعنة الحرب في سوريا وتدمير مخيماتهم، فاستقبلهم الموت عبر المياه الإقليمية الليبية، حيث غرقت العبارة التي تقلهم بشكل غير شرعي إلى إيطاليا بعد إطلاق النار عليهم من الشواطئ الليبية. عائلة الدهش المقيمة في مخيم عين الحلوي أقامت مجلس عزاء بعد الفاجعة التي ألمت ببعض أفرادها. ندعو الله سبحانه وتعالى أنه قاداتنا اللي مسؤولين عنا كشعب فلسطيني بيتوجهونا ويديروا بالهم علينا ويعرفوا أنه هناك شعب متهجر ومتشدد ما له غير الله وإله. احنا جماعة مظلومين، احنا بدنا حقوقنا من العالم العربي، من زعماء الدول العربية بالأول وبعدين من دول أوروبا كلها. وناشد كل من له ضمير، كل من عنده حس وطني، كل من عنده وجدان أن ينقذ أمواتنا ويرجع جثثهم إلينا إن شاء الله رب العالمين.
أما أحياء فحسبنا الله ونعم الوكيل. رسالتي إلى السفارات الفلسطينية في مالطا وفي ليبيا أن تنفذ مندوبين من أجل معرفة مصير المفقودين، وأن يتم الاهتمام برعاية الناجين من الغرق الذين غرقوا نحصلهم عند الله شهداء. وبانتظار تحقيق العودة إلى البلد الأم فلسطين، يدفع الفلسطيني في كل مرة فاتورة هجرته ولجوئه بحثا عن أبسط مقومات الحياة له ولعائلته. نعى حزب الله مقاتلا له سقط في اشتباكات مع الجيش السوري الحر داخل الأراضي السورية، ويدعى رضا قاسم زهوي من بلدة مجد السلم قضاء مرج عيون. إلى ذلك، أفرجت السلطات السورية عن مختار بلدة الهيشة في وادي خالد محمد درغام الذي كان قد أوقف لديها منذ حوالي 3 أشهر، وقد وصل إلى بلدته بعد الظهر بعد أن أفرج عنه ودخل لبنان عبر نقطة المصنع، وقد أقيم له استقبال حاشد. وقع خلاف فردي بين شبان من آل ناصر الدين وآل جعفر في منطقة القصر الهرمل، ما لبث أن تطور إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين وأدى إلى سقوط جريح. على الفور سارعت قوة من الجيش إلى تطويق المكان وفك الاشتباك وتسيير دوريات في المنطقة. في محلة القبة في طرابلس، تعرض منزل المسؤول العسكري لتنظيم جند الله أبو عثمان مرعب التابع للشيخ كنعان ناجي لإطلاق نار ليلة أمس. في التفاصيل، أن مسلحين يستقلون سيارة من نوع كيا سوداء اللون ذات زجاج داكن ومن دون نمر ترافقها دراجتان ناريتان، هاجموا منزل أبو عثمان وحصل تبادل لإطلاق النار بينهم وبين الحراس من دون وقوع أي إصابات، وفروا بعد ذلك إلى جهة مجهولة. وقد حضرت على الفور عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية وطوقت المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث. وبعد الفاصل، ترحيب دولي وعربي بالموقف السعودي في مجلس الأمن. والكمان العازف لنغمات غرق سفينة تايتانيك يعود من الأعماق. ونعود إلى ملف مخطوفي أعزاز لمعرفة آخر المستجدات بشأن عودتهم. معنا مباشرة من المطار مرة جديدة سلمان العنداري. سلمان. نعم منير، يعني حتى الآن الطائرة ما تزال موجودة في مطار صبيحة الدولي في اسطنبول، على متنها الأهالي الذين يتحضرون للإقلاع إلى مطار رفيق الحريري الدولي. يعني هذا ما علمناه منير، الطائرة تتحضر للإقلاع وللهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي بعد حوالي الساعة أو الساعة أو 5 دقائق تقريبا من اسطنبول إلى بيروت. أما بالنسبة للطيارين التركيين المختطفين فهما موجودان هنا في مطار رفيق الحريري الدولي بتواجد وبحضور السفير التركي في لبنان بانتظار إقلاع الطائرة حتى يتم إقلاع الطائرة القطرية الخاصة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى تركيا لنقل المخطوفين التركيين الطيارين المخطوفين التركيين. كما ترى منير، يعني الانتظار ما يزال موجودا في مطار رفيق الحريري الدولي، يعني الكل ينتظر عودة الأهالي أو عودة المخطوفين من تركيا إلى بيروت. بانتظار هذا الموضوع، يعني هناك الكثير من المعلومات التي كانت قد تحدثت عن تأخر في الرحلة التركية إلى بيروت، وتأكدت هذه المعلومات. إذن الطائرة القطرية الخاصة في طريقها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ولكنها لم تقلع بعد من مطار صبيحة الدولي في اسطنبول حتى الساعة. تحدثنا إلى بعض الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم في هذا الخبر المفرح إن صح التعبير، وهناك احتفالات وأجواء فرح تعم الضاحية الجنوبية وكل مناطق اللبنانية وبيروت أيضا. هذا ما لدينا حتى الساعة منير. كنا ننتظر يعني بعض المعلومات عن المخطوفين التركيين، ولكن ما نزال ننتظر هذه المعلومات حتى تردنا. يمكن القول أيضا منير بأن هذا الملف قد أقفل نهائيا، خاصة بعد ما حكي عن أن المعتقلات السوريات في السجون السورية قد سيتم تسليمهم في أقرب وقت وفي أي لحظة أيضا في مدينة أدنى إلى المعارضة السورية. وحكي أيضا عن استنفار في مطارات بيروت اسطنبول وأيضا دمشق في هذا الإطار لنقل كل المخطوفين
المخطوفين أو المعتقلين لتكون هذه الصفقة صفقة شاملة وكاملة ضمت المخطوفين اللبنانيين التسعة، المختطفين التركيين، الطيارين التركيين وأيضا المعتقلات السوريات، بالإضافة أو بانتظار أي اتصالات أو جهات أو وسطات قد تساهم في إطلاق المطرانين المخطوفين أو اللذين كانا قد اختطفا في تركيا في سوريا قبل فترة. هذا ما لدينا مهم حتى الساعة في مطار رفيق الحريري الدولي. شكرا سلام. قرابة 40 قتيلا بنيران كتائب الأسد في وقت سجل تقدم ميداني للجيش السوري الحر الذي سيطر على مجمع تاميكو في المليحة، إضافة إلى تقدمه في دير الزور، وقد استهدف انفجار كبير حاجزا للشبيحة عند مدخل بلدة جرمانة في ريف دمشق. ومنذ بعض الوقت أعلنت هيئة الثورة السورية عن انفجار ضخم هز بلدة بلودان في ريف دمشق أيضا. لا تكاد تهدأ مدافع النظام السوري حتى تبدأ راجماته بدك أحياء المحافظات السورية. دير الزور صاروخ أرض أرض. فمحافظة دير الزور شهدت اليوم قصفا عنيفا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على معظم الأحياء المحررة بالمدينة، كما شن الطيران الحربي عدة غارات على المدينة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في حي الموظفين، تمكن خلالها الجيش الحر من تحرير عدة نقاط لقوات النظام بالحي وسط اشتباكات مستمرة في عدة أحياء أخرى بالمدينة. القصف الهمجي استهدف كذلك أحياء جوبر وبرزة في العاصمة دمشق، كما سقطت عدة قذائف هون في منطقتي الدويلعة والطبالة شرقي دمشق وسط اشتباكات في حي برزة بين الجيش الحر وقوات النظام التي شنت حملة مداهمات في منطقة مساكن برزة. وفي الريف الدمشقي أغار الطيران الحربي على بلدة المليحة وعلى مدن وبلدات معظمية الشام ودارية والزبداني ومعظم مناطق الغوطة الشرقية، فيما سقطت عدة قذائف على مدينة جرمانة التي دوى فيها انفجار ضخم جراء استهداف الجيش الحر لحاجز مجمع تاميكو بالمليحة وسط اشتباكات عنيفة مستمرة على عدة محاور في محيط البلدة واشتباكات على الجبهة الشمالية لمدينة معظمية الشام. الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام امتدت إلى أطراف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مدينة السفيرة في ريف حلب، في حين تتواصل الاشتباكات العنيفة في محيط سجن حلب المركزي وسط قصف عنيف يستهدف محيط السجن. وفيما دمر الجيش الأسدي عددا من الأبنية في محافظة الرقة، انهمرت راجمات الصواريخ على أحياء درع البلد وسط اشتباكات عنيفة في حي المنشية بين الجيش الحر وقوات النظام، فيما قصفت المدفعية الثقيلة بلدات أبو القصور وعبيان وعدة بلدات بريف حماة الشرقي. مجددا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ومعنا من هناك سلمان العنداري ليطلعنا على آخر المستجدات واستطلاع بعض الآراء. سلمان. نعم لينا، معنا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي. دكتور علي، شو فيك تخبرنا عن هيدا، عن المعلومات، هل طارت الطيارة أو ما طارت؟ هلا هي لحظات بعتقد بطير الطيارة، المحررين صاروا موجودين، وبعتقد أنا أنه الخاتمة أصبحت سعيدة، فهنيئا للمحررين لأهلهم وللبنان كدولة ومستويات أمنية، وشكرا أيضا لكل اللي ساهموا و عملوا شوية بصمات إنسانية في الإفراج عن هذا الملف. إن شاء الله مسافة الطريق بكون هون يعني بلبنان. طيب بالنسبة للمعتقلات السوريات، يعني عندك أي معلومات عن هذا الموضوع؟ بعتقد أنه ملف كله باكج ديل، هي يعني صفقة متكاملة، وبعتقد أنه كل الملف يعني اللي مرتبط ببعضه أصبح يعني منتي بحكم المنتي يعني، وإن شاء الله المحررين كلهم بيكونوا موجودين حتى بما فيهم الأتراك اللي كانوا هون والسجينات اللي بالمعتقلات السورية كانوا عم يحكوا عنه، إضافة إلى المحررين أعزاز بهذا الإطار. طيب بالنسبة لهذا الإطار، يعني أداه بشكل إطلاق المخطوفين اللبنانيين تسعة مناسبة وطنية لبنانية للحوار بين كل الأفريق؟ هي مناسبة وطنية. نعم. هي مناسبة وطنية عابرة للطوائف للمذاهب للمناطق. هذا حدث وطني بامتياز، لبنان استطاع أن يحرر مخطوفينه على أمل أن لبنان يتحرر أيضا من هذه القطيعة الموجودة بين اللبنانيين، ونقعد نحن مع بعضنا كلبنانيين على طاولة حوار
نحكي باللغة اللي بتجمع وبتوحد، ما نحكي باللغة اللي بتفرق، وهذا المطلوب. بعتقد نحن كلبنانيين يمكن أحوج ما نكون، خاصة بظل هيدي المرحلة السياسية الرانة، إلى تدعيم أواصر وحدتنا الوطنية على مستوى داخلي، وإلى أيضا فتح قنوات الحوار والتواصل بين اللبنانيين، لأنه هيدي أرقى أشكال الممارسة السياسية بالعملية الديمقراطية. مفترض نستفيد ونتعظ من كل الدروس والتجارب والنماذج المريرة اللي مرق فيها هيدا البلد، لأنه القطيعة ما بتعمر بلد، هي جسور التلاقي والتواصل والتفاهم والحوار هي اللي بتبني هيدا البلد. إن شاء الله خير. شكرا دكتور. شكرا لينا. يعني الانتظار مستمر في مطار رفيق الحريري الدولي، والشخصيات الرسمية والنواب والوزراء يتوافدون إلى المطار، إلى صحة، إلى صالة الشرف في المطار، بانتظار عودة المخطوفين اللبنانيين 9 من تركيا. هذا كل ما لدينا حتى الساعة، وسنعود إليكم في حال ورود أي جديد. شكرا سلمان. في الشأن السوري، بدأ مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية حول سوريا الأخضر الإبراهيمي جولة مكوكية جديدة من مصر للتحضير لعقد مؤتمر جنيف 2. الوضع السوري المتفجر عنوان جولة مكوكية جديدة بدأها المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من مصر، حيث التقى على الفور وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي على أن يلتقي غدا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وسيتوجه الإبراهيمي بعد ذلك إلى دمشق وطهران، ويتضمن جدوله زيارة الكويت فالعراق فالإمارات العربية المتحدة، كما من المتوقع أن يزور المملكة العربية السعودية. بدوره يعقد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في لندن الاثنين المقبل اجتماعا حاسما لما يعرف بمجموعة لندن التي تضم 11 دولة من أصدقاء سوريا، التي ستسعى إلى تنسيق المواقف المختلفة من مؤتمر جنيف 2 وتحديد موعد انعقاده إن أمكن، وعرضها بالتالي على الائتلاف الوطني السوري الذي يشارك في هذا الاجتماع. وزارة الخارجية الأمريكية دانت بدورها بشدة الحصار المستمر الذي يفرضه النظام السوري على الغوطة وباقي ضواحي العاصمة السورية دمشق، وخصوصا مدينة معظمية الشام، مطالبة النظام بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق فورا ومن دون قيود، محذرة هذا النظام من تكرار مجازر الحولة وبنياس والبويضة. في المقابل، يعقد الائتلاف الوطني السوري اجتماعا الثلاثاء المقبل في اسطنبول لاتخاذ قرار حول المشاركة في جنيف 2 بعد الانقسام الكبير بين أعضائه حول المشاركة من عدمها، والتي كان أبرزها إعلان المجلس الوطني مقاطعة المؤتمر وتهديده بالانسحاب من الائتلاف إن تمت المشاركة. ناشد مجلس السفراء العرب في نيويورك المملكة العربية السعودية بالتراجع عن قرار الانسحاب من عضوية مجلس الأمن الدولي، وترحيب خليجي وفلسطيني بالموقف السعودي والمطالبة بإصلاح مجلس الأمن. مبادرة جديدة لمجلس السفراء العرب تدعو السعودية للعدول عن قرار الانسحاب من مجلس الأمن نظرا للظروف التي تمر بها عملية السلام ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها. ووضع هذا القرار تحت الإجراء الصامت، فإن لم تعترض أي دولة سيصدر القرار من الجامعة العربية باسم السفراء العرب العاملين في الأمم المتحدة. من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني بمطالبة السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وأكد في بيان على أهمية مطالبة المملكة بتحقيق إصلاح جوهري في نظام المجلس، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين. في المواقف، قللت الولايات المتحدة الأمريكية وعبر المتحدثة باسم الخارجية من أهمية رفض السعودية شغل منصب عضو في مجلس الأمن الدولي، ورأت أن الإدارة الأمريكية تتفهم الموقف السعودي، إلا أن واشنطن ستواصل العمل مع الرياض بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. بدورها، أيدت الرئاسة الفلسطينية الموقف السعودي وأعربت عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية. في مصر، هجوم بسيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات الحربية في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، ومبارك مثل اليوم أمام القضاء من جديد. مسلسل السيارات المفخخة في مصر يتواصل، وجديده استهداف مبنى للمخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية حاصدا قتلى وجرحى. وعثرت قوات الأمن بالإسماعيلية على سيارة مفخخة لم تنفجر بالقرب من مبنى المخابرات الحربية خلال تمشيط المنطقة عقب انفجار السيارات الأولى. الأجهزة الأمنية فرضت طوقا مشددا حول المبنى، وأغلقت قوات الجيش الثاني الميدان المنطقة مع استمرار سماع دوي طلقات نارية من قبل
للقوات المسلحة كإجراءات احترازية. ميدانيا كشف مصدر عسكري رفيع المستوى أنه تم ضبط نحو 400 شخص بينهم حوالي 100 فلسطيني ممن وصفهم بالعناصر التكفيرية خلال الحملات الأمنية التي قامت بها قوات الجيش والشرطة بسيناء منذ شهر تموز الماضي. وقال المصدر أن عمليات تطهير سيناء من العناصر الإرهابية مستمرة وبشكل يومي وعلى مدار الساعة، مؤكدا تدمير نحو 97% من الأنفاق على الحدود مع غزة. أما قضائيا، مثل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه أمام محكمة جناية القاهرة، وذلك في ثامن جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل في بلدة بلدوين وسط الصومال. وأوضح المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أن التفجير استهدف قوات إثيوبيا وجيبوتي اللتين غزتا الصومال، مؤكدا أن عدد قتل الهجوم 25 شخصا، فيما لم ترد أنباء عما إذا كانت الخسائر البشرية تتضمن جنودا أفارقة. استعاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما راتبه مجددا، كما حال 800 ألف موظف أمريكي بعد إنهاء شلل الحكومة الفيدرالية بتوقيعه مشروع قانون يسمح برفع سقف الديون مؤقتا. وبحسب القانون الأمريكي سيحصل الرئيس أوباما على راتبه نهاية الشهر الجاري بعد إنهاء التعطيل الجزئي للحكومة الفيدرالية. يشار إلى أن راتب أوباما السنوي يقدر ب 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات المتحدة كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية. آلة الكمان الخاصة بقائد الفرقة الموسيقية البريطانية وولز هارتلي، والتي استمرت في العزف رغم غرق سفينة التايتانيك، طرحت للبيع في المزاد العلني. ومن المقرر أن يباع الكمان ب 100 ألف يورو كحد أدنى. متحف تايتانيك أكد ملكيته لهذا الكمان في أذار الماضي بعد تحقيق دام 7 سنوات. الكمان نجا بأعجوبة من حادثات الغرق، وعثر عليه في حقيبة جلدية، وأرسل إلى خطيبة قائد الأوركسترا ثم إلى جمعية جيش الخلاص بعد وفاته الأخيرة، وقد عثر عليه مجددا في علية في العام 2006. يشار إلى أن وولز هارتلي قام مع فرقته بعزف 8 مقطوعات موسيقية ليهدئ من روع الركاب عندما كانت السفينة تغرق شمال المحيط الأطلسي قبل قرن من الزمن. الآن صفحة الأحوال الجوية. طقس مستقر رجع يسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لبكرة الأحد الجو العام بلبنان مكمل قليل غيوم لا مشمس مع ريح شمالية باردة واستقرار بدرجات الحرارة عن اليوم بمختلف المناطق اللبنانية. نسبة رطوبة أدنى 55 أقصى 85%، اتجاه ريح جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كم/ساعة. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 25 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تزول لبكرة نبدأ عطرابلس 25، 24 بجبيل، 25 درجة بصيدا وصور و26 العاصمة بيروت، 26 أيضا بالكرعون، 22 بزحلة، 20 لبيت الدين، 13 بفقرة و15 بالأرز. درجات الحرارة والجو المتوقع للأيام المقبلة للسواحل اللبنانية لبكرة 26 درجة وجو العام صافي لقليل غيوم ليتحول غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط نهار الاثنين و28، انخفاض واستقرار 3 و4 مع 26 درجة. أما درجات الحرارة خلال الفترة المسائية رح تكون بين 17 و19 درجة كحد أقصى. ونعود مجددا إلى المطار وجديد المخطوفين أو المحررين من أعزاز، حيث مراسلنا سلمان عنداري. سلمان،
نعم منير، يعني كما بدنا نعلم بأن المخطوفين اللبنانيين التسعة في هم الآن يتواجدون في الطائرة داخل الطائرة التي ستقلهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد لحظات. معنا زوجة المخطوف المحرر علي ترمس لتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. حجة شو فيك تخبرينا عدينا طرت سنة وخمسة أشهر كانوا كثير طوال لحتى تنطري زوجك يلي انخطف بإعزاز؟ يعني أكيد سنة وخمسة أشهر كان في معاناة كثير كبيرة، ألم كثير كبير لما بينفال عمود البيت جسر البيت اللي هو بيصرف على البيت اللي بيتحمل مسؤولية، كان كثير صعب. أنا كان عندي أولاد اثنين، واحدة بالجامعة وواحدة بالمعهد، اثنيناتهم تركوا معهدهم وجامعتهم لحتى يعيلوا العائلة، كانت مسؤولية كثير صعبة وهم كثير كبير علينا. يعني وهلا الله سبحانه وتعالى آخر شيء، يعني الحمد لله نتيجة صبرنا نتيجة هن كمان صبر المخطوفين اللي أخذوهم ظلم وعدوان من أي سبب، الله سبحانه وتعالى فرح لنا عيوننا لرجوعهم إلى هذا الوطن الحبيب. قد إيه بتوصفي الفرحة اليوم كبيرة بالعائلة بالحي عندكم بالضاحية الجنوبية؟ يعني ما فيش أوصف لك الفرحة، لأنه إذا بقول لك الكلام ما عم يطلع، عاجز اللسان عن الفرحة، حاسين كأننا بحلم فعلا، والله العظيم كأنه الحلم. الحمد لله رب العالمين والشكر لله. بتعتبري إنه تحركاتكم اللي عملتوها بالفترة الأخيرة أفضت لنتائج إيجابية لهذا الموضوع؟ تحركاتنا لعبة جزاء، يمكن مجموعة الإمام رضا اللي قامت بخطف هالتركيين راعي لعبة الجزء الأكبر، كمان الرئيس بشار الأسد كمان نحن بنشكره لأنه كمان هو لو ما وافق على مطالب الخاطفين كمان يمكن ما كانوا طلعوا أهالينا. يعني كل هيدي الأمور جابت نتيجة إلا وصلنا إلى بر الأمان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بانتظار منير، يعني كما قالت زوجة الحاج علي ترمس بأنها تنتظر وأن الفرحة كبيرة جدا، وينتظرون في الضاحية الجنوبية لكي يصل المخطوفون التسعة من إسطنبول إلى مطار رفيق الحريري الدولي. أيضا في هذا الإطار يعني الكل ينتظر هنا في باحة الشرف أو صالة الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي لكي يستقبل المخطوفين اللبنانيين التسعة. وفي هذا الإطار علمنا بأن السلطات اللبنانية تسلمت رسميا المخطوفين التركيين وهما بأيدي آمنة من قبل الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي بانتظار وصول الطائرة التركية وإقلاع الطائرة القطرية الخاصة إلى تركيا لنقل المخطوفين التركيين أو الطيارين التركيين. شكرا. وعن أجواء الضاحية الجنوبية والاحتفالات هناك ينضم إلينا منير الربيع ليطلعنا على الأجواء. منير؟ نعم لينا، يعني بالفعل الأهالي هنا يصفون هذا ما يفعلونه أو الاحتفالات التي يقومون بها بعرس حرية مخطوفيهم وبانتصار لحريتهم. هنا الاحتفالات تعم أرجاء الضاحية الجنوبية وخصوصا في منطقة بئر العبد بالقرب من مبنى أو مكتب حملة بدر الكبرى. الرايات حزب الله وحركة أمل بالطبع رفعت، أيضا بعض الأعلام اللبنانية، هناك احتفالات، زغاريد أهازيج بالإضافة إلى المفرقعات النارية. الأهالي هنا والسكان والمواطنون ينتظرون بفارغ الصبر وصول المخطوفين اللبنانيين التسعة من تركيا، وهم يقولون بأنهم هذه الليلة لن يناموا بل سيقضونها فرحا ورقصا. وهناك مهرجان على ما يبدو سيقام هنا، أيضا هناك مهرجان خطابي بحيث رفعت منصة ومنبر قد يطلق عبره بعض المواقف السياسية وبعض بالطبع الكلام الذي سيتحدث به المخطوفين التسعة. لينا لك منير. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الإفراج عن مخطوفي أعزاز بعد 17 شهرا وحشود في مطار بيروت بانتظار وصولهم. لكن تيار المستقبل لن يقبل بالثلث المعطل ولن يسمح بتكريس ثلاثية الخراب ولن يترك لهم بالتأكيد فرصة المسالسة. إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال لواء الشهيد وسام الحسن. الله أكبر. قصف عنيف على ريف دمشق ودير الزور، والإبراهيمي بدأ التحضير لجناب اثنين من القاهرة. ولا يبقى إلا أن نشكر حسن متابعتكم هذه النشرة. إلى اللقاء. سنكون معكم في أي جديد لنا في أي لحظة. We'll be right back.